بدأته. احنا بدأنا. Okay. بسم الله. Nummer 12. Ich kaufe ein. Anna اشتري. فوörter im Satz 2. كلمات في الجملة الثانية. هنا نلاحظ أن في الدرس الماضي كان هناك الأفعال مرة واحدة. أما هنا متقطعة، يعني هناك طرف وطرف آخر في النهاية. فهنا نرى التفصيل. الآن هو يحاول أن يشرحها بطريقة ثانية بحيث الواحد يفهمها أكثر. فلدينا أولا المودال فيرب، ولا المودال فيرب زي ال will, müssen, dürfen, kann, soll وهكذا. فهنا نرى أن هناك فعلين. Ich will heute einkaufen. فنلاحظ أن ال will في المكان الثاني. أما الجزء الأخير فهو الأينكوف، الفعل الأصلي يعني، وهو في الإنفينيتيف، في المصدر وفي النهاية. Ich will heute einkaufen. أنا أريد أن أشتري أو أتسوق. نفس الطريقة التخنباغي فيرب، الأفعال المنفصلة بنفس الطريقة. ف ich kaufe Obst und Gemüse ein. فالفعل الأصلي ein kaufen مثل هنا فوق. وأخذنا الجزء الثاني وضعناه في البوزيشن 2 في المكان الثاني، والجزء الأول الأين وضعناه في الأخير، فأصبح ich kaufe Obst und Gemüse ein. أنا أتسوق الفواكه والخضروات. الآن لدينا sein plus adjektiv، يعني الفعل sein يكون مع صفة مثل das Wetter ist heute Nachmittag wunderbar. الطقس يكون heute Nachmittag في العصر اليوم wunderbar، رائع. فالفعل هنا ist وبعدين الصفة المتصلة بالفعل يعني wunderbar. لدينا أيضا verb plus verb. مثلا wir gehen heute Nachmittag schwimmen. نحن اليوم نذهب، يعني نحن نذهب اليوم عصرا للسباحة schwimmen. نفس الشيء مع spazieren مثلا. wir gehen heute Nachmittag spazieren. نذهب اليوم نتجول. يعني يشبه العربي تقريبا. بعد ذلك نومن verb combination، يعني اندماج أو تركيب مع الاسم والفعل. ف heute Abend spiele ich mit meiner Freundin Tennis. فالتنس وضعناه في الآخر. اليوم مساء ألعب مع صديقتي تنس. كذلك الperfect الماضي يعني ich habe schon Getränke eingekauft. أنا اشتريت already المشروبات. فلدينا الفعل المساعد ال haben und eingekauft هو الفعل الأصلي. ف ich habe في المكان الثاني بعد ذلك في الأخير eingekauft. هو يقول das konjugierte verb الفعل المنصرف steht auf position 2 هنا، يعني يكون في المكان الثاني. der andere teil am ende الجزء الاخر في النهايه. بعد ذلك sein adjektiv يعني كل التي فيها نجوم. sein plus adjektiv verb plus verb und die nomen verb kombination funktionieren يشتغلون fast wie trennbare verben، يعني يشتغلون زي trennbare verben الذي يقول ich kaufe Obst und Gemüse ein. wunderbar sein، müde sein، يعني هذه التركيبات التي نفعلها ممكن. wunderbar sein، müde sein مثلا ich bin müde oder er ist müde. schwimmen gehen، einkaufen gehen، الذهاب للتسوق أو الذهاب للتجول مثلا. tennis spielen، deutsch lernen، wein فهذه هي القاعدة إن شاء الله، ونجهز التدريبات نحلها ونحلها إن شاء الله الأسبوع القادم.
أي أحد لديه سؤال؟ هاتي من فارغ. هل يمكن أن يعني أن يعني ترسل لنا الأسئلة حتى يعني نحلها قبل الحصة القادمة إن شاء الله أو الدرس القادم؟ طيب، هي الـ PDF أصلاً موجودة في المجموعة، وأيضاً موجودة في اليوتيوب أظن. في أول الدروس أنا وضعت الرابط، فسأضعه إن شاء الله من جديد.